السلام عليكم ورحمة الله. مع حضراتكم سماح حسن، انستراكتور جرافيك من شركة كرياتيف جروب. هنبدأ النهاردة المحاضرة الثالثة ان شاء الله، نتعلم مع بعض ازاي ان احنا نرسم بالشيبز اللي احنا تعرفنا عليها في المحاضرة اللي فاتت، وازاي الرسم ده اقدر ان انا ارتبه واقدر ان انا اخليه كله يبقى عندي كجروب. ازاي اي شيب اقدر ان انا اجمع بينهم كجاين، كنقاط اجمعهم تبقى مثلا سي يبقى عندي شيب وشيب تاني، فانا عايزة اجمع النقطتين ما بينهم بحيث ان هو يبقى في الفاينل شيب واحد. وازاي ان انا ابدأ اصمم عندي شغلي يبقى بالشكل ده. تمام، تعالوا كده معايا، شغل يبقى بالشكل ده كده او بالشكل ده. تمام، طيب نبدأ كده مع بعض هنشتغل. انا عندي دلوقتي اي شيب عندي، وانا برسم الشيب ده او وانا دايسة كده كلاك على الشيب اللي انا برسمه ده، اقدر ان انا اكبر الحواف بتاعته او اكترها عن طريق الاسهم الاب والداون والرايت واللفت اللي في الكيبورد، يعني الاسهم اللي موجودة اللي هي الفوق وتحت ويمين وشمال. اقدر لو انا دايسة كده اقدر بص الشيب بتاعي يبقى بالشكل ده كده. تمام اهو، حلو. اقدر ان انا اقلل الشكل اللي انا عملته ده ازاي بالداون، السهم اللي نازل تحت في الكيبورد بالشكل ده، فابتدى يظهر لي شكل الايه المثلث ده. حلو، طيب تمام. انا دلوقتي لو جيت هنا على الستور ابتديت ارسم كده، ازود بس الحواف بتاعتها بالشكل ده، رسمت الشيب ده. الشيب ده هو already لي ستروك، لي لون ستروك. لو انا رحت هنا اديته مثلا سي لون فل، حلو. طيب الشيب ده انا عايزه اعمل له ايه؟ انا كنت عايزه ارسم شيب تاني او اخد منه نسخه تانية بنفس المساحه. قالك عشان تاخد منه نسخه تانية بنفس المساحه هتدوس كنترول سي، تمام، ولو دوست كنترول في هتلاقي الشيب تاخد منه نسخه تانية، صح، بس بعيد عن الايه عن الشيب الرئيسي. لا انا مش عايز كده. طب انت عايز ايه؟ يعني انا مش فاهمه، يعني انا عايز اخد منه نسخه تانية، يعني تاخد منه نسخه تانية بالطريقه المتعارف عليها عن طريق الت ودراج. قلت له لا برضه انا مش عايز كده. امال انت عايز ايه؟ قلت له انا عايز اخد كوبي من الشيب ده، بس الكوبي اللي انا هاخده يبقى في نفس السنتر، تمام، في نفس السنتر بتاع الشيب الاساسي اللي موجود عليه. طب ازاي؟ قال لك عن طريق ان انت بتدوس كنترول سي كنترول شيفت في، فابتدى يظهر عندك شيب تاني اللي هو الجديد ده فوق الشيب الرئيسي بتاعك. تمام، انت لو ابتديت تكبر كده بالشكل ده، حلو، وابتديت تروح تغير الكالر بتاعه بالشكل ده كده، هيبدأ فعلا يتغير الشكل. تقدر تكبره وتغير لون الفل وتغير لون الاستراك، بس انا عايزه اشوف الشكل اللي تحتيه اللي هو فين، اللي هو ده عايزه اشوفه. تمام، طب هشوفه ازاي؟ قال لك لازم عشان تشوفه تعمل للشيب ده ارينج. يعني ايه ارينج؟ يعني ارتبه، اخليه هو اللي يصبح عندي ورا الشيب اللي موجود الاساس عليه. طب ازاي؟ قال لك بتدوس كلاك يمين على الشيب، حلو، وتختار منه arrange وتقول له arrange الايه، arrange center to back للشيب ده. فبالفعل ابتدى عندي يظهر الشيب ده اللي هو كان موجود عندي في الاساس. طب انا لو اخدت كليك كده على الشيب سلكت عليه كنترول سي كنترول شيفت في، ابتدى يتاخد عندي شيب جديد، ابتديت اكبره بالشكل ده، حلو، واديله كالر مختلف واقول له الشيب ده كلاك يمين كده ارينج سنت تو باك. ابتدى يظهر عندي ايه؟ ابتدى يظهر عندي الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طب لو انا بقى عايزه اتعلم ازاي ان انا اعمل ارينج لكل الشيبز الموجوده عندي دي، هعمل ايه؟ قلت له والله طب تعالى كده سلكت على الشيب اللي ورا ده واقول له كلاك يمين ارينج بيكان ايه تو فرونت، خليهولي هو في المقدمه.
ابتدى يظهر هو ايه في المقدمة. طب رجعه تاني arrange sent to pack. تمام. طب خلي لي ده الشيب الاحمر اللي موجود جوه ده arrange forward، خليه هو اللي يبقى forward. تمام. لا طب انا مش عايزة كده. طب خلي لي ده arrange send backward. ها تمام. يبقى قدرت ان انا اعرف ازاي ان انا اعمل transform sorry arranged لكل الشيب الموجودة عندي. طيب ايه تاني اقدر اعمله؟ قلت له والله انا صممت الشكل اللي موجود عندي ده، بس كنت حابة ان انا انقله مثلا او يبقوا ايه، يبقوا شيب واحد، لاني انا عندي دول حاساهم ان هما ايه 3 shapes صح؟ قالك عشان يبقوا شيب واحد وتقدر ان انت لما تيجي تحركهم يتحركوا معاك مرة واحدة، تقدر تعمل select all كده عليهم كنترول A. تمام. او وانت بتقف من بعيد كده بأداة السلكشن تعمل سلكشن كده عليهم كلهم وتدوس كلاك يمين تختار ان هم كلهم يبقوا في جروب. خلاص اتقفلوا عندي كلهم كشيب واحد. اقدر دلوقتي اصغرهم بالشكل ده واحركهم في اي مكان انا عايزاه. طب انا اقدر اقول لهم مرة تانية on group بحيث ان اقدر اغير اي color لاي جزء فيهم فيما بعد بالشكل ده. تمام. يبقى ازاي عرفت دلوقتي ان انا اعمل ارينج؟ ازاي عرفت ان انا لو عندي شيب او رسمة انا عاملاها حابة ان الرسمة دي كلها تبقى جروب واحد بحيث ان انا اقدر احركهم او اكبرهم او اصغرهم عندي يبقوا كلهم كشيب او كجزء واحد متعارف عليه. طيب ايه تاني عندي؟ قالك تاني حاجة عندك يا سيدي، لو انت جيت هنا مثلا سي عملت لاين كده دايسة شفت بس على الكيبورد بحيث ان هو يحافظ لي على حجم اللاين، وابتديت اكبر كده اللاين بالشكل ده حلو، ورحت عند الكيرف ابتديت اعمل ايه، ابتديت اعمل كيرف كده هنا. كنت حابة ايه؟ كنت حابة ان انا الكيرف واللاين دول يبقوا عندي شيب واحد مش يبقوا تو شيبس كده. قال لك طب هتعمل لهم ايه؟ قلت له انا كنت حابة ان انا ادمج النقطتين دول مع بعض بحيث ان يصبح الشكل ده عندي شيب واحد. طب ازاي تدمجيهم؟ قلت له اعمل لي كده سلكشن عليهم التو شيبس دول وتعالى كليك يمين قول له جوين. ايه اللي حصل؟ بالفعل اصبح عندي النقطتين مدموجين عندي صح، وانتج عندي طبعا شكل ايه، شكل جديد. اقدر طبعا ان انا احركهم في اي مكان انا عايزاه، اقدر اغير الكالر بتاعهم مرة واحدة. حلو. طيب انا لو جيت هنا كيرف كده وابتديت اجي هنا في المنتصف كده حلو واقول له ادمج لي النقطة دي مع الشيب ده، مع الايه، مع الشيب ده، ادمج لي سوري الكيرف ده مع الايه الشيب اللي موجود ده. فانا لو جيت هنا قلت له ايه، سلكت كده على التو شيبس دول قلت له جوين، ايه اللي حصل؟ ابتدى يدمجهولي. بس ده مجهولي منين؟ قالك ده مجهولك من النقطة اللي تحت عندك. تمام. اللي هو في الايه، في الـ في الـ في الحافة الاخيرة اللي موجودة عندك في الشيب. بس انا ما كنتش عايزة كده، انا كنت عايزة ادمجه. تمام. بس الدمج بتاعه ده ما يكونش بالشكل اللي انت بان هو يبقى ايه واخد من تحت، عايزة ادمجه من النص. قالك لا، عشان تدمجه من النص فهو مش هيفهم ان يبقى فيه بوينت تدمج مع باس، لازم التو بوينتس تمام يدمجوا مع بعض. ما ينفعش ان انت تكون حاطط لي كيرف كده حلو، الكيرف ده يحتوي على نقطه في النهايه بتاعته وتيجي هنا عند باس تمام ما فيهوش اي بوينتس ثانيه، تيجي تقول له ايه حطولي هنا كده تمام ويعمل لي سلكشن عليهم وقول له ايه جوين. هو مش هيفهم، مش هيفهم عندك ان هو في بوينت هنا فادمجها، لا هو فاهم ان في بوينت هنا كانت هتدمج مع البوينت دي فبدا يعمل لها ايه، يعمل لها جوين، فاصبح انه ممكن يكون ده ايه، ده شيب واحد اقدر احركه في اي مكان. يبقى انا كده اتعلمت ازاي ادمج بوينتس تو بوينت ببعض واعمل لهم جوين عشان يصبح اني عندي شيب واحد، ازاي ان انا الون اي شيب انا عايزاه واقدر اعمل له ارينج واقدر اخليه كجروب عندي، والجروب ده اقدر ان هو يقفل الحاجه اللي انا عايزاها عشان احركها في اي اتجاه انا
عايزاه. طيب في اي مشكلة؟ لا مفيش مشكلة. طب تعالى بقى مع بعض كده نروح نفتح نيو فايل، عايزة 2 ارت بولز و اوكي، عايزة ورقتين كده يبقوا عندي، وهجيب الرسمة بتاعتي دي ادخلها هنا كده على برنامج الالستريتور وابدأ اكبرها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. او تعالى عشان ناخد حاجة اكتر بالشكل ده كده. حلو، تعالى بالاشكال اللي احنا شفناها عندي دي، ازاي اقدر ان انا انفذ اي حاجة عندي هنا. خلاص، طيب انا مثلا عايزة ابدأ انفذ الكام دي، يعني اخد ازاي اتعلم ارسم الكاميرا الموجودة عندي دي. قالك بسيط، الشيب الخارجي للكاميرا ده هو كان ايه؟ قلت له والله كان شكل راوند ريكتانجل، ابدأ كده ارسم شكل راوند ريكتانجل. طب انا عايز اخد نفس الكالر اللي موجود هنا، اخده ازاي؟ قالك تدوس على الاي دروبر، تقدر تروح تقول له كليك هوب سمع لك نفس الكالر بالظبط. طب ممتاز، ايه تاني؟ قالك في المنتصف انا كنت شايف ان في دايرتين، بس قبل ما ارسم الدايرتين دول كان في ريكتانجل هنا كده موجود عندي في المنتصف، اقدر ارسمه؟ قالك اه. طب تعالى كده ارسمه بالشكل ده. طب انا عايزه ادي نفس الايه الكالر، اعمل ايه؟ قالك دوس اي وكليك على الكالر ده، ها فابتدى يترسم بالفعل الشكل الايه اللي انت عايزه. طب انا عايزه ارسم الثري سيركل دول، اعمل ايه؟ قالك بتيجي عند الالبس وتقف هنا في المنتصف، تدوس الت بحيث ان ايه يبدا يترسم معاك الدايره من الايه من السنتر. فبالفعل ابتدت ايه تترسم معاك. هو كان لون الدايره الاولانيه ايه؟ قال لك وايت. طب روح كده خد نفس الكالر. طب حلو، انت عايز ايه تاني؟ قلت له انا عايز يبقى في دايره جواها. تمام، طب ما انا اقدر اقف هنا سلكت كده على السيركل دي، اقدر اقول له كنترول سي كنترول شيفت في، تمام، واقدر اصغر الدنيا عندي كده شويه صح، واروح اخد نفس الكالر اللي موجود اللي هو الاورنج ده. طيب حلو، اقدر اعمل ايه؟ اقدر اجي هنا سلكت على الدايره الاورنج دي، اقدر اقول له كنترول سي كنترول شيفت في صح، وابدا اصغر عندي السيركل كده شويه، ها شيفت والت بس عشان احافظ على السنتر والجوانب، وعشان اخد نفس الكالر الت سوري اي دروبر وكليك على اللون صح. فانا ابتديت كده اتفاعل فعلا مع بعض ان انا ازاي اعرف اقلد الرسومات اللي موجودة عندي. كان هنا في ايه؟ قالك في ريكتانجل كده لونه ابيض، هل هو راوند ريكتانجل ولا هو عندي انا عندي هنا الراوند ريكتانجل ده، اقدر ارسم برضو زيه لو حبيت ان انا اجي هنا عند راوند ريكتانجل ابدأ ارسم كده حاجة زي كده، وابدأ اخد نفس الكالر اي من الكيبورد عشان اخد نفس الكالر. طيب واقدر اعمل سيركل كده صغيرة، اوكي تمام، ممكن اجيب الموف تول كده احركها، او لو انا سلكت اوريدي عليها اقدر بالاسهم اللي في الكيبورد احركها يمين شوية شمال شوية فوق تحت براحتي. حلو، واقدر اعمل راوند ريكتانجل كده بسيط كاني بقلد بالظبط الشيء الايه الصوره اللي موجوده عندي، وابدا كده اقول له هتولي فوق كده شويه. تمام، فانا قدرت ان انا بالشكل ده اصمم بالظبط نفس ال الصوره اللي موجوده عندي. طبعا اقدر اظبط المساحات بتاعتي، اقدر اصغر السيركل دي كده شويه بالشكل ده، ببقى سلكت عليها اصغرها شويه اكبرها شويه براحتي. حلو بالشكل ده كده، فاقدر ان انا
المساحات وتظبيطات السايز والكلام دي كله الكلام ده كله في ايدي. طب انا لو ابتديت ان انا عايزه احرك الكام او ان انا اكبرها او اصغرها، لو جيت احرك كده هلاقي ايه؟ ان كل جزء بيتحرك معايا لوحده، صح؟ طب قال لك امال هعمل ايه؟ قال لك سلكت كده عليهم واقول له ايه، كلاك يمين جروب، خليهم لي كلهم في جروب. اقدر طبعا لو جيت سلكت كده على الرسمة بتاعتي دي اقدر ان انا اكبر او اصغر في اي مكان انا عايزاه. فانا كده عرفت ازاي ارسم الكام، صح؟ طب ما تيجي نرسم العدسة دي. تمام، العدسة دي محتواها ايه؟ قال لك تو سيركل، تمام، ريكتانجل وريكتانجل تاني. طب تعالى كده نجرب. انا مثلا هاجي هنا بالالبس ابدا ارسم قلت كده بس عشان كاني برسم السنتر. عايز اخد نفس الكالر اي وكليك نفس الكالر بالظبط. حلو، اقدر اقول له كنترول سي كنترول شيفت في فيبدا يديني السيركل الثانيه اللي ليها الاتجاهات دي من بره، اصغر بالشكل ده كده وادي الكالر الابيض اللي جوه ده اي وكليك. تمام، وبعدين اقدر ارسم ريكتانجل بالشكل ده كده. طيب عايزه نفس الكالر، قال لك اي وكليك. حلو، طيب انا حابه ان انا اعمل ايه؟ انا مش عايزه ده يبقى في الفرونت كده، تمام، عايزه الريكتانجل ده يبقى باك، يبقى بقول له كليك يمين ارينج سنت تو باك، خليه لي ورا. طيب واقدر ارسم ريكتانجل تاني فوقيه يبقى في الفرونت بالشكل ده مثلا كده. تعالى كده شويه واخد نفس الكالر. تمام، يبقى بالفعل قدرت ان انا ارسم الايه العدسه اللي موجوده عندي، صح؟ طب اقدر اعمل سلكت بقى كده عليها واقول لها ايه، اقول له اعملها لي في جروب. تمام، واقدر ان انا اصغرها في المكان اللي انا عايزاه. خليني افكرك تاني ان انت تقدر تعمل سلكت على اي شيبس انت رسمتها كرسمه، وتقدر تقول لها ان جروب بحيث ان انت لو حابب تغير اي كالر في الايه في الشيب اللي انت عايزه. تمام، اوكي. طيب تعالى كده نجرب مع بعض نرسم النوتس دي. النوت دي عباره عن ايه؟ قال لك كلها عباره عن ريكتانجل. تمام، اول ريكتانجل اهو بالشكل ده. طيب اديها نفس الكالر اي وكليك. طيب وبعدين هرسم تاني ريكتانجل اللي هو موجود في المنتصف ده بالشكل ده، اديله نفس الكالر اي وكليك. طيب ايه تاني؟ قالك هرسم الريكتانجل اللي هو زي السيرف بتاع الايه النوتس دي، ريكتانجل اهو بالشكل ده. تمام، اقدر اديله نفس الكالر اي وكليك. تمام، وارسم نفس الريكتانجل من الاتجاه التاني بالشكل ده كده. اتاكد بس ان هو نفس الكالر اي كليك. ها، تمام جدا، فقدرت بالفعل ان انا ارسم النوتس الموجوده عندي دي بكل سهوله، اعمل عليها سلكشن وابدا اقول له جروب علشان اما ابدا اصغر او اكبر عندي يبدا بالفعل يصغر كل الشيبز الموجوده عندي، صح؟ طيب اقدر بقى ارسم حاجات كتير جدا، اقدر ارسم النوتس الموجوده دي سهله جدا، سيركل اهو اديها وايت كلر وابدا ان انا دان ابدا ان انا اقول له كنترول سي كنترول شيفت في، صغر لي كده الدنيا عندك شويه. حلو، هتهالي كده فوق شويه واديها نفس الكالر. طبعا انا بس عشان الباك جراوند اللي برسم عليها هي وايت، فهتحس ان الايه الشيب اصلا عندك. ممكن اصغر الشيب عندي كده شويه اطلعه فوق. تمام، دون نزل كده تحت شويه، ممكن اشد من هنا بس. تمام، اقدر اعمل كده واقول له صغر لي او خليهم لي كلهم اولا في جروب
وانقلهم لي كلهم بالشكل ده. تمام، ابدأ اعمل ايه تاني؟ ابدأ اصمم حاجات كتير قوي. تعالى كده للمسطرة اللي موجودة عندي دي، ممكن ارسم كده مسطرة اديها نفس الكالر. وكليك حلو، وابدأ اجي الاشرط الموجودة بتاعت المسطرة عندي دي اقدر اعملها ازاي. قالك باللاين سيجمنت، لو انا ابتديت باللاين سيجمنت كده، ابتديت اروح اعمل لاين كده شيفت بس عشان ابقى وانا بتحكم بالشكل ده، اخد نفس الكالر كليك للستروك اي. طيب ممكن نخلي كالر اسود كده، سوري. تمام، ممكن نخلي اي كالر تاني، كبر لي كده بس شوية. حلو، طيب انا ابتديت ان انا اعمل سلكشن على ده، اقدر اقول له الت بقى ودراج شيفت عشان تحافظ لي في نفس السنتر، صح؟ اقدر اقول له كمان لو حابب تمشي مع نفس الانجل بتاعت الكابي للشيب اللي انت رسمه ده، تقدر تدوس كنترول دي كنترول دي كنترول دي كنترول دي كنترول دي. بالشكل ده. تمام، اقدر طبعا اجي هنا سلكشن كده اصغر عندي اللي انا عايزاه بالشكل ده. عشان تبقى متقاربة ليها شوية، وهكذا في كل تصميماتي. تمام، تمام، اقدر اعمل لهم سلكشن واصغر الدنيا عندي كده شوية، واخلي كل دول كأنهم جروب، سلكت اول كده جروب، بحيث ان انا لما اجي انقلها تبقى شيب واحد. تمام، ايه حكاية كنترول دي؟ دي بس عشان وانت بتشتغل، لو انا جيت عملت لاين كده، حلو، اللاين ده ابتديت ان انا اقول له الت ودراج سحبت. طب انا عايزة اعمل نفس الكابي دي بنفس المساحة اللي انا لسه سحبة بيها، فقلت له كنترول دي كنترول دي كنترول دي. تمام، فبدأ يعمل لي بنفس المساحة، بيكرر لي نفس الكابي اللي انا باخده. طيب حلو قوي. تمام، هكذا في كل رسوماتي. حلو، انا طبعا ابدا ممكن احط دي هنا كده، احط دي هنا، احط دي هنا، واحط دي هنا، واحط دي هنا. حلو، ممكن اجي هنا كليك على الصوره بتاعتي دي واقول له دن. حلو، ولو انا وقفت هنا عند خانه الارت بوردز من هنا، ابتديت اقول له ارت بورد 1 artboard 2 مسحالي مش عايزاها، انا بس مش عايزة غير artboard 1 اللي انا رسمت عليها دي. طب انا لو حابة ان انا احفظ الكلام اللي انا عملته ده كجي بي جي صورة عندي، تمام، فاقدر اقول له فايل، ومن فايل بختار save for web. طبعا اتأكد عندي في save for web ان هي تكون جي بي جي. اقدر طبعا اختار الكالر بتاع الباك جراوند بتاعت شغلي، حاببها تكون لونها ايه، افترض اللون ده كده، اوكي، واقدر اقول له سيف، احفظها على اي مكان على الديسكتوب، سيف. وانا بالفعل لو رحت هنا كده عندي على الديسكتوب، هبدا الاقيها ان هي اتحفظت عندي كجي بي جي. تمام، يبقى انا كده قدرت ان انا ازاي اعرف استخدام الاوبننج والكلوز شيب في الرسم، ازاي ان انا اقلد الرسم ده بالظبط، ازاي ان انا ابدا اسحب الكالر بتاعت اي صوره انا مدخلاها عن طريق الاي دروبر بحيث تسمع لي في الشيب انها رسمه، ازاي ابدا اعمل ارينج لاي شيب عندي، ازاي ان انا ابدا اعمل جوين لاي شيب عندي، ازاي ان انا ابدا ان انا
اعمل كوبي عن طريق كنترول وبسحب اما الت ودراج، تمام، وبكرر الكلام ده عن طريق كنترول دي. تمام، استنونا في المحاضرات اللي جايه ان شاء الله علشان